اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اذا بادئ ببدء انا اشكر الصابرين القائمين على هذا اليوم الدراسي الثامن وثمنه كثيرا. كل من محضر تاريخ لجامعه البيرة والمبيت التوسيق مع المكتبه الوطنيه التابعه لولايه بومرلس. وكما اشكر الاستاذ حسب اللاوي والاستاذ بودريعه وكما كذلك الاستاذ شوشان والزميله سعدو وكذلك اشكر الحضور والضيوف الكرام. اتمنى ان تكون هذه الجلسه علميه، جلسه يستفيد منها الحاضر والغائب، يعني الحاضر يعلم الغائب في هذه الجلسه العلميه التي حقا تستحق الكثير والكثير من الوقت وتستحق ملتقيات وطنية ملتقيات دولية، لأن هذا التراث هو تراث حقيقة نقدر نقول عجينة المجتمع. هذا التراث اللامادي أو والمتمثل في الحكاية الشعبية، المتمثل في الألغاز، المتمثل في أسفرو يعني بالقبائلية. هذه الأمور كلها هي ناتجة من تجارب المجتمع، يعني المجتمع شبع كما قال شبع بعض سلوكات، شبع بعض السلوكات وشبع منها هذه المحن هي التي أخرجت لهذا المجتمع نوع من هذا التراث اللي هي من تجارب المجتمع وهي من تجارب وسلوكيات الأفراد اليومية. يعني عفوا هي اللي خلت انه يكون هذا الارث هذايا يلعب دور كبير 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 في استمراريه الهويه لاي مجتمع من المجتمعات. باسكو حنا كنشوفوا هنا المجتمع الجزائري ماهوش الوحيد اللي راه يبحث على الارث هذايا اللامادي، ونشوفوا مجتمعات عالميه هي ايضا بدورها راهي تبحث على هذا الارث اللامادي والشيء اللي وندرنا في الحكايه الشعبيه. واش نقولوا الحكايه الشعبيه؟ يعني هي تحكي يحكيوا على واش جرى في الشعب ومن خلال ظروف مختلفه، يعني الشعب هذا عانى معاناه مختلفه حسب الظروف المتواجد فيها، سواء في المرحلة الاستعمارية أو خارج المرحلة الاستعمارية. ما ننسوش أن هذه المجتمعات، نتكلم عن المجتمع الجزائري والقبائلي بصفة عامة، أن هذا المجتمع كان يعاني واحد الوقت من الجهل، وكان الجهل هذا يعني ما راهوش جهل، نقدر نقول بلي جهل إيجابي إن صح التعبير. لماذا؟ لأن كان يجهل بعض الأمور التي لم تكن في المجتمع تاعو أساسية، وإنما كان يحوس دائما شكون واش الحواجة واش من حاجة اللي تخلي المجتمع هذا قابض على روحه، يخليها أولى أفراد المجتمع شغل قابضين عندها رموز عديدة جدا جدا جدا. كل هذا اللي عندها خلفية تاعها وهي الخلفية التنشئوية اللي والهوية الوطنية اللي ما تنساوش أن المجتمع الجزائري مر بصراع الهوية في أثناء الاستعمار وحتى بعد الاستعمار من خلال الشيء اللي خلاه يعني الاستعمار الفرنسي. يعني الأجيال السابقة باش تحافظ على هذا الإرث، الأجيال السابقة باش ما تخليش يعني عندهم حكمة، يعني سبحان الله الجيل السابق عنده حكمة كبيرة جدا جدا وعنده مغزى، ما كانش يحكي من أجل الحكاية، ما كانش ينقلها من أجل أنه يسمعها الأفراد وكفى، وإنما كان عندها واحد المغزى باش ما ينجرش المجتمع إلى ما لا يحمد عقباه. باش ما ينجرش افراد تاعو الى ما لا يحمد عقباه، كانوا يحكيوا الحكايات باش يجنبوا هؤلاء الافراد، باش يجنبوا ابنائهم
من الخطر باش يجنبوا ابنائهم من خطر السلوكات الداخله اللي كانت داخله على المجتمع الجزائري. كانوا يحكيوا حكايات، هذه الحكايات من صميم المجتمع معجونه بعادات وتقاليد تاعو، يعني معجونه بعادات وتقاليد المجتمع الجزائري. ما ننساوش انه في الفتره انه ما كانش هناك لا دراسه، ما كانش هناك تعليم، ولا يوجد هناك كذلك الوسائل التكنولوجيا، ما كانش هناك التلفاز يعني بصفه عامه. اذا عوضت كل هذه بحكايات، هذه الحكايات تحكى للابناء، يحكيها الجيل الاول او الجيل السابق للجيل اللي خلفه بكيف ما هي مراره الحياه، كيف يواجهوها، يعني كان يحكي حكايات باش ينشئوا منها ابطال واقعيين، ماهوش ابطال في الخيال، يعني ما يتخيلوش، يعني باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المشاكل تاعهم فيما بعد، يعني يكونوا يربوا ولادهم، يحكيوا لهم الحكايات باش يعلموا لهم الصبر، باش على بالهم بان الحياه الواقعيه لازم لها الصبر باش يتجاوزوا الامور والمشاكل اللي يعاني منها، كذلك كان يشوفوا انه الخير دائما هو اللي ينصر باش يتجنب الابن تاعو من المكائد والحيل، وكذلك حتى يتفطن، كانوا يحكيوا لهم حكايات تاع الذكاء. هذه الحكاية تاع الذكاء باش ينميو فيهم روح الذكاء، باش يعرف كيفاش يتصرف مع الغير تاعو أو مكيدة معينة، هذا من جهة. كذلك كانوا دائما يحوسوا باش يقربوهم من الجانب الديني، كان دائما يحبوا يغرسوا فيهم الجانب الديني، وذلك عن طريق مثلا هنا في ولاية بومرداس كاين شيخ واسمه سيدي محمد السعدي، هذا سيدي محمد السعدي تابع لي منطقة مزرانة، تابع مزرانة، وكاين كذلك واحد القبة أو منطقة زاوية اسمها أزروغدو، هذه المناطق هذه هي مقدسة، كيفاش يحكيو الأجداد، يحكي لهم على أنه طاقة صغيرة يقدر واحد سمين يدخل منها ويخرج منها كيما هو له، كذلك كانوا يحكيو لهم يقولوا لهم لأدوية كبيرة بزاف، هذه قبة كبيرة وجاية في الجبل، هذه المنطقة أزروغدو، قال لك بأنه حكاية توارد أنه الطفل الصغير طاح من الطاقة هذيك لتحت وما صرالو حتى حاجة، كانوا يحكيو هذه عبارة عن تقديس وعلاه، وعلاش هذا الأمر؟ ماشي باش نقدسوا الأشخاص أو ننزلوهم لقيمتهم الاجتماعية بالعكس، وإنما هنا باش يشوفوا بأن اللي يكون صالح ويدير الخير ويكون راح يحتل هذيك المرتبة، باش هكذا يسوقوهم في سياق ديني، هذا باش يفهموه بالتفاعل، يعني يتفاعل هذا الجيل مع التجارب الحياتية اليومية اللي يعيشها الأجيال، ويزيد يحبوا يعيشوها وينقلوها للأجيال السابقة. إذا حبيت نقول أن الحكاية الشعبية عندها مغزى، عندها خلفية تنشئوية، خلفية تربوية، خلفية دينية. نتمنى أن هذا ما يضيعش من ما يضيعش، لأنه جزء من الثقافة، جزء من الهوية، جزء من الانتماء، جزء من المواطنة، لأنه عن طريق هذه الحكايات علمت للأفراد، علمت للأبناء كيفاش يطيع ربي، وكيفاش يطيع العائلة، وكيفاش يطيع الوطن تاعو، وكيفاش يسمع لواحد كبير، وكيفاش يتفاعل مع المشكل تاعو، وكيفاش يعني هذه لأنها راهي عندها مضمون، هذه المضمون هو عجيب ما كان يعيشه الأجداد، عريق أصيل من عاداته وتقاليده، إلا أن هذا الكم الهائل و كما نقولوا والأصيل والعميق والعريق، إلا أنه في تحدي كبير اليوم مع العولمة ومع وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي هي من عندها الجانب الايجابي، ولكن جانبه السلبي من الناحيه هذه راهي هدد من كيان المجتمع وراهي فكه، وكذلك راهي ساهم كذلك في ادخال قيم داخله على المجتمع تهدد من امن وهويه المجتمع، لانه
يدخلوا عليه امور ما راهيش كما نقولوا ما راهيش نبته من المجتمع تاعو، ما راهيش نابعه من المجتمع تاعو. يا ريت يعني لو انه يكون الاعلام يقوم بالدور تاعو في هذا الجانب، وحتى الوزاره الوصيه تقوم بهذا الجانب، وكذلك حتى وزاره يعني الثقافه مع بالتنسيق مع جمعيات تتحدث على هذا التراث اللامادي، لانه حقيقه انه جزء من المجتمع. لولا انه جزء من المجتمع، وعلاش تختلف الحكايه؟ وعلاش الاهتمام الكبير في العالم؟ نشوف في روسيا، نشوف كذلك في المانيا. في المانيا مثلا قام الاخوان بجمع حكايات شعبيه عن الامهات اللي كانوا يحكيوا الحكايات لابنائهم في البيوت، يعني هما يروحوا حتى البيوت ويضغطوا على الاهل تاعها ويحكيوا لهم حكايات الامهات ويدونوها ويجمعوها. لما سمعت الحكومه بهذا المجهود انه كفأتهم وساهمت في هذا العمل وثمنات الى غير ذلك، واصبح جزء من التاريخ تاعها، يعني يقراوه حتى في الجانب الاكاديمي. كذلك في روسيا كذلك كانت هناك مجهودات، يعني هذه المجهودات العالمية كامل ما هي إلا كما نقولوا حاجة في نفس يعقوب، يعني حاجة أنها تثمن هوية المجتمع وأصالته، وكذلك تحافظ عليه من الضياع حتى يكون المجتمع مستقيم، مجتمع على وتيرة واحدة. كنقولوا مستقيم ماهوش يعني قصدي هذا، وإنما يكون فيها كما أشارت إليها الزميل، يكون فيها استمرارية باش ما ينصدمش الطفل اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي ببعض قيم داخلة على المجتمع تاعو تنصدمه، يعني تصدمه مع الواقع، لأنه لا تحكي حكايات نابعة من الواقع تاعو المعاش، وإنما حكايات عن عبارة عن بياض الثلج وسندريلا وكذلك واسمه الأقزام السبعة والعصا السحرية. هذه الأمور كلها هذه أمور داخلة على المجتمع تاعنا، عليها إن صح التعبير مش عارف إذا تلاحظوها، نشوفوا الشباب تاعنا اليوم كل حاجة يبغيها بيه بيها، باسكو هذه جاية من التنشئة، لأن من التنشئة ماذا به تعطي حقيقة العصا السحرية، ماذا به أنه كي يحب هذه الحاجة يضرب بالعصا تاعو باش يحققها. إذا ما كاش صبر، وعلاش نقول ما كاش صبر ماشي كيما الجيل السابق، حقيقة الحكاية الشعبية في منظوري الاجتماعي تلعب دور كبير كبير جدا في غرس وتنمية حقيقة المجتمع أن الرزق ولا الفلوس. وشكرا.